وقف شي حاجه ما يجدر راسكم. هذه الحاجه هذه جا السيد كيشوف هاد الناس مضرورين جا كيعمل معاهم حوار. علاش نتوما غادي توقفوا هاد السيد هاد؟ راه حنا السلطه كتهضر فيك، عارفين مشاكل السوق والسلطه بيد عارفه مشاكل السوق، ماشي غير انا ولا نسينا. راه السلطه عمرها مشاكل السوق. ارحم والديك. لا السلطه تحفظ والديك صافي حيط دير لي ايش صافي هنا تما واقف انت هادشي اللي واقع السوق عارفين السلطه كامله عارفه. ارحم والديك هذه راه ماشي البارح هذا راه 3 سنين هذا ماشي البارح عام باش تكون، هذا راه 3 سنين باش تكون هنا في السوق هنايا. شي حاجه ما يجدر راسكم. هذه الحاجه هذه جا السيد كيشوف هاد الناس مضرورين جا كيعمل معاهم حوار. علاش نتوما غادي توقفوا هاد السيد هذا؟ هادشي يكون على طريق السلطه. الراجل عنده الترخيص ديالو جا هنا كيسجل كاملين هاد الناس اللي هنايا مضرورين. ايوا خصها ضروري. كاملين مضرورين حنا صراحة. الحق تكون في السلطة. وانتينا ماشي كدور في السوق العين ديالنا. عارفين مشاكل السوق والسلطة بيد عارفة مشاكل السوق. مشاكل السلطة بيد عارفة مشاكل السوق ماشي غير انا ولا نسينا. راه السلطة عمرها مشاكل السوق. ارحم والديك. شي من حق من منعوش الواحد ماشي عارفو السيد باشا عارفو ماشي عارفين ضروري ماشي في الاسواق هادو اللي عارف ماشي اللي عارف وما عارفش يحسن الشاشه وانا جيت نجيب الشاشه باش نعطي لك واش نعطي لك رخصه الصور ولا نعطيك شي رخصه الصور ماشي هكذا مغوات كانت انا كنتناقش معاك انا كنتناقش معاك كنتناقش معاك كنهضر معاك انا كنتناقش معاك ماشي نقاش هذا نقاش تجي لعندي تشاشر معايا ونعرفك ونقدر نعرف واش نعطي لك رخصه ولا ما نعطي لكش رخصه. هذا راه ماشي البارح عام باش تكون، هذا راه 3 سنين باش تكون في السوق هنايا، ما كاينش اللي ما في راسو شي حاجة. أنا الخدمة ديالي، أنا الخدمة ديالي، الناس بغاو يهضروا على حقهم، خدمتهم على العقلية اللي عاجي الشاشر مع الناس في السوق. دابا أنتينا بحال اللي كتسمى اخترقتي القانون. عندك شي سؤال عندك شي رخصة. الله يرحم والديك عندك شي رخصة. أمشي معاك هنا وقلت لك نوريك القانون، أنا نوريك القانون، اخترقتي القانون. السوق عندهم مسؤول ديالو ممكن تتشاشر معاهم. هنايا اللي كيدور في هذا السوق هذا حنايا مضرورين، حنايا كمستفيدين في هذا السوق مضرورين. المسؤولين ديالهم وتتشاشر معاهم وتشوف شنو كاين ولا كان شي حاجه.
شنو غير الدور اجي نتمنى من هاد كلشي لا تلقى حتى حد ولدي صافي عيطوا دير لي اش صافي هنا تلقاوها باش نعرفوا هاد القناه شكون فيهم شي حاله يعني لم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.